الله، الطاوة البيضة هاي ما عندي، حلو وبنفسي حلو بيها من كلش حلو. زمان. هاي هاي عندي موجودة يمكن. ما ادري. آه لا، شلون؟ اهلا كوبرا، شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يخليك، شلونك اخبارك؟ الحمد لله. يلا ننزل له، عندك عروض؟ لا خليك، راح افتح باكجات وعندي عروض للمشتركين. يا الله لازم، راح اسوي مسابقات اي ان شاء الله. ان شاء الله. شنو المسابقات مالتك؟ الجوائز اللي بيها؟ المسابقات مجرد بس انا تدري بيها قناة جديدة، واريد مشتركين يشتركون هي معي. عارفه. ايه مجرد بس الاشتراك بالقناة واللايك والتعليق، والجوائز مالت هذا ان الموسم شاء الله. الجديد راح افتح بطاقة رويال باس، يعني افتح واحد وطل 10 اشخاص. يعني ها دول عدو. الفائز الاول افتح له رويال باس، افتح له رويال باس وعشر مثلا اشخاص. الثاني الثالث ايش راح تعطيهم من عروض؟ جايك بالحكي. العشر اشخاص راح اعطيهم 270 شده. العشر اشخاص يعني كل شخص له 270 شده. اي راح اختار عشوائي من التعليقات 10 اشخاص اعطيهم 270 شده. اوكي حلو هذا العرض. اي وهذا العرض مو بس هذا المقطع الفيديو، لا راح يعني هذا العرض راح يبقى مستمر؟ راح يبقى مستمر هذا العرض عندي كل اسبوع، ويا المهمات الاسبوعيه راح انزل مقطع، كل مقطع اختار منه. مثلا هسه نزلت هذا المقطع راح اختار 10 اعطيهم 270 شده، واختار واحد اعطيه جوجل بلاي. يعني انت كل اسبوع كل اسبوع كل اسبوع من ينفتح ار بي من ينفتح ار بي راح اوزع 11 نفر، سوى عرض جديد. ايه 11 شخص يعني. حلو ايه واحد جوجل حلو بلاي بطاقه كامله خوش عروض والعشره لا 270 كلش شده. حلو. ايه ان شاء الله الله يوفقك. رحم الله والديك. ورابط الانستغرام بالوصف تلقونه. وثاني شيء شرد منهم هم ان شاء الله المعرف مال لعبه بوبجي بالتعليق، كل شيء ما رد منه يكتب لي، بس مجرد يكتب لي المعرف مال اللعبه، مال لعبه بوبجي يعني الاي بي مالته، الاي بي مالته يحطه بالتعليق بهذا الفيديو. راح اختار انا 10 اشخاص. حتى الفائز، الفائز راح حتى اللي يفوز عن طريق تعليقه راح تنطيك 270 شده. 270 شده وشخص واحد افتح له رويال باس. خوش هاي. المفروض هذول ال 11 شخص تسوي بيناتهم قرعه. لا مو 11 نفر اسوي قرعه بيناتهم. انت تسحب ال 11 راح التعليقات كلها اسوي قرعه اطلع منهم 11. انت 11 راح تطلعهم تسوي قرعه بيناتهم. اكيد اكيد. هو يطلع اول واحد تطير رويال باس. اكيد شلون لا. والبقيه بالتسلسل. اي انا ما راح اسوي نفس اليوتيوبريه سوي 50 لايك 50 الف لايك وراح افتح باكجات ب 50 الف شده. يعني شنو فائده المتابع؟ هو احنا انا اريد افيد المتابعين ان شاء الله. يعني ان شاء الله. واذا تقول لي منين تجيب مثلا هذا اكو شغله اكو ثاره اكو موجوده عندنا جاي استعملها، ما ادري عندك علم بها لو لا. والله ماكو واحد ما عنده علم ان شاء الله، وخليها تغرى لك انت حتى تفيد الناس. وهم ما اريد افيد العالم بيها. على الفيديو الجاي راح اقول ال 270 شده شلون يجيبونها ب 1000 دينار. ال 270 شده ب 1000 دينار. على الفيديو الجاي اذا وصلنا 1000 مشترك، ما اقول 3000 4000 لا 1000، راح ان شاء الله نوزع جوائز اكثر اسبوعيا ان شاء الله. يلا هسه خلينا نروح. عندك بعد سؤال؟ لا ما عندي. يلا خلنا عدك 3300 خلنا افتح بيهن. طبعا من هاي الثارة اللي قلت لك عليها ذني عندي وخلال ساعة واحدة اخذت ان شاء الله. ان شاء الله. يلا نفتح كلاسيك. وتذاك المقطع 14000 عدت 3300 بس. اوكي يلا
طلعت لي باقي حمراء هاي ما عندي. حلو نرجع نكمل. مسدس الأحمر يمكن عندي هذا. تعطونا شيء حلو هسه شوف. هذا وصلنا 10. يلا خلينا نفتح 10. يا هاي لعيونك علاوي. اشكرك حبيبي. الروب مال الصباح اعتقد هذا بس. هاي ما عندي بعد. ايش كم صدق مخن نده والله خلصا كان 4 سنوات. نحول على هذا. هاي بس البدلة ما عندي كلهم. يلا خيرها بغيرها. خيرها بغيرها. يلا عيني خلصنا هسه احنا. بس كل اللي على المشتركين الاشتراك بالقناة ولايك، واهم شيء المعرف مال اللعبة مال بابجي. مال بابجي اهم شيء هاي ان شاء الله. ايه يلا ثيمان الله.